السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكون بألف صحة يا رب. اليوم ان شاء الله وجدنا واحد الحليوات اللي غاليين بزاف بزاف بزاف. عندنا كعب الغزال وعندنا حلوة اللوز ولا اللي بغيت، حلوة الكركاع عادي. المهم اليوم ان شاء الله غنديروا حليوة ديال النخالة، كتجي غزالة وكتجي زوينة بزاف وكتجي رطبة بزاف، وهلاليات بالكاوكاو اللي حتى هما كيجيو زوينين. وقبل ما ندوزو للمقادير والطريقه، نبغي نقول لكم عافاكم البنات، واحد الاخت البارح خلات لي واحد الكومونتير، ها هو قالت لي رانا سلام اختي خوخه. المهم من بعد داكشي قالت لي بغيت المشاركات ديالك تدعيو معايا بالذريه، عافاك وانت كتصوري شي فيديو، عافاك خوختي ما تنسينيش، انا مزوجه اكثر من 3 سنين وانا زعما بقات هي بزاف، حيت اي واحد له لا يحرمه من الذريه يا ربي، واي وحده معانا من المشاركات ولا غتزور القناه ولا الله يسر عليها ويسهل عليها تولد ان شاء الله وتفرح حتى هي ويفك الله حزامها. هاد الاخت اللي سميتها سكينه البطالي، كنتمنى من الله يرزقها بالذريه الصالحه يا رب. ودابا ندوزو معايا لاعداد الحلوى البسيطه والرائعه ديالنا. غادي نبداو على بركه الله. انا غنعطيكم نص المقادير، واللي بغى يدوبل يدوبل. انا غادي ندير نص رابعه ديال الزبده، وعندي نص كاس زيت العنبه، وعندي كاس سنيده ما عمر شفت الفم. المهم انا عندي ربعه ديال السنيده اللي بغى يدير المقادير كامله، وهنا عبرت 125 غرام ديال السنيده، عطاتني هذا القياس. هنا خديت كاوكاو، كما كتشوف خديت ربعه ديال الكاوكاو، من الاحسن خذوا هذا البلدي تيكون بنين. غادي نطحنوا بالقشور ديالو، نطحنوا مزيان وما فيهاش الخماره هذه الحلوى بصفه نهائيه. قلت لكم انا غنطحنها ونرجع معكم ان شاء الله. غادي نبدا على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها، غادي نشد هذه الزبده وغادي نخدمها هي وهاد السنيده مزيان ترجع عندنا على شكل بوماد. غنزيد عليها داك نص كاس تاع الزيت، ما فيها لا فاني لا والو، ما كنسمو حتى حاجه اصلا، داك المذاق ديال الكاوكاو كيجي باين فيها. انا غنعطيكم القياس تاع الطحين شحال على حسب الكاس العنبه. انا راه حيت كندير عيني ميزاني الحلوه ما تكونش قاعده وما تكونش مطلوقه بزاف، الا كانت مطلوقه بزاف ندي عليكم في اللاطه تشتت قصريه راح نفرش لها زعما وهي كتبقى تقرقب. شو ما يبقاوش عندكم دوك التكتلات ديال الزبده ما تبقاش. غادي نزيد هذا الكاوكاو اللي شديتو كما قلت لكم طحنتو، صافي غندخل ليه هذاك الزبيده حتى هو هكا. ما غاديش تهز لينا بزاف ديال الطحين، يعني غادي يجي كاوكاو غالب عليها. هاد الحلوه كتفند في السكر كلاصي، اللي ما يبغيش الحلاوه بزاف ينقص من داك الكاس، يدير غير 100 غرام ما يديرش 125 غرام حيت غتعاود تفند في السكر كلاصي. كاس تاع الطحين انا درت كاس ونخلط ونشوف، الا بقى خاسره نزيدو، غير ما تزيدوش في الاول بزاف ما كيبقاش عندنا الحل، اما الا كان خاسره عندنا الحل حنا غنزيدو. هاد الحلوى طلبتها لي واحد الاخت، وكانت طالبها لي واحد الاخت كاينه في الديار الاسبانيه، وهي هي تقولها لي، وقالت لي انا اللي كنعرف غير هذه اختي على الله تكون هي هذه اللي بغيتي. قالت لي شي وحده كتغطس وجهها في الشوكولاط ولا، انا ما عرفتهاش، انا عرفت غير هذه، وهذه كنا كنشدوها كنديروا لها الجنيبات تاعها كنغطسو تما في الشوكولاط. نزيد كاس اخر، هاد الساعة درت 200 غرام فورس، يعني جوج كيسان العنبة. التالت غادي نزيد النص تاعو ونشوف، حنا نخلطو ونقيسو بيدينا، شوفو واش غتشكل لينا. نزيد واحد شوية تقريبا 3.5 اللي غندير، 3 كيسان ونص. نجمعها ونخوي هاد البلاصه فين نحط اللاطا ونرجع معكم ان شاء الله. هيا من بعد ما عجنتها كما كتشوفوا ما كتلصقش في اليد،
شي حاجه لهاد القصريه، ما كتلصقش في اليد، ما جارياش وما قاصحاش. ناخذ قياس اللي بغينا، بغيتوها الهلاليات كبار غديرهم كبار، بغيتوهم صغار غديرهم صغار. غنشدهم في الاول غنديرهم على هذا الشكل، وعاد غنشدوهم ونديرهم على شكل هلال، وغتحطوا هاد الحلوه تباعده في اللاطه حيت شي شويه بحال هكا تضيع. ندير معكم وحده اخرى، واخا تشقق لكم من الفوق ماشي مشكل، نعاودو بحيطة اخرى. على هاد الشكل نعاود نحطها، كتجي على شكل كعب الغزال هكاك. غنحطها في اللاطة، وها شفتو شحال بعيدة على الاخرى. غنمشي على هاد المنوال نكمل هادشي كامل. غنسخن الفران مزيان، ملي غندخلها غنقص وغطيب من الفوق من التحت هي الاولى، ونشعل عليها من الفوق. من بعد ان شاء الله غادي نفندر السكر كلاصي. في الاول غناخذها، انا غادي ندير لكم وحده قريبه على حساب باش ناخذها في الاول، ندير لها هكا تعطيني هاد الشكل هكا هلالي. راه ساهله كتشكل داغي في يديكم، هيا شتو متباعده. لويوها هكا في القصريه باش تجيكم ساهله. انا غندير معكم وحده اخرى عاوتاني هكا، وغادي نبدا ندير لها هكا البنيات المبتدئات، حيت معايا بزاف البنات اللي كتقول لي ماما، اللي كتقول لي خالتي، بغي نقرب لهم الصوره بزاف. ها هي سهلة بزاف. صافي انا غنمشي نكمل هادشي كامل ونرجع معكم ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي على حساب كيفاش بغيت نوريكم العافيه، كنتمنى تكون كتبان لكم. ها هي شتي شحال قليله قليله، راه ما كتبانش عندي هنا حيت فوق هاد الحديده، ولكن انا راه معلياها على العافيه. شوف شحال معلياها، وها الحلوه فين كطيب هنا، وشوف شحال معلياها ودايره العافيه مهيله باش طيب على خاطرها. ها هي كما كتشوفوا الباقي كاع ما دخلها الطياب. المهم غير البنات اللي كيقولوا لي دابا تطيب ونشوفها طابت من التحت عاد نشعل عليها الفوق. دابا غنبدا الشكيل الاخر ديال الحلوه ديال النخاله. بالنسبه لهذيك الحلوه راه درتها كطيب، كتجي هادو راه حمرتهم شي شويه، خاص يكون الطياب ديالها هكا داير، وراه شيشه بزاف. انا جيت غير نحولها من اللاطه باش نوجد اللاطه ليا انا، تهرسوا ليا جوجات وما تحولوهاش من اللاطه، ما تقيسوهاش اللي حتى تبرد تماما، عاد بداو تهزوها وديروها في السكر كلاصي. هنا عندي في هذه المقادير عندي جوج بيضات وعندي كاس ديال الكوك، نخلي لكم العبار بالغرامات، وعندي كاس تاع الزيت، وعندي السكر كلاصي سبيسيال حيت هو اللي غيلصق عليها، وعندي خماره وحده، وعندي تقريبا هنا جوج كيسان ديال النخاله. تقريبا هو كاس العنبه كيهز 50 غرام، يعني عندي 50 يعني تقريبا 150 غرام ثلاث الكيسان ديال العنبه ديال النخاله. انا غندير النخاله وعيني ميزاني. النخاله ولا الحمراء ضروري ما تحمروها ضروري، وإلا ما كانتش عندكم الحمراء وكانت عندكم ديك النخاله الغليظه غدوزوها في الطحانه صافي وغادي تخدموا بها. وبالنسبه للكوك الا كان عندكم الكوك الغليظ طحنوا حتى هو ما ديروش، هذا راه كوك عندي انا رقيق راه خدام ليا. غادي نبداو دابا. ما درتش سنيده، عندي كاس تاع سنيده اللي هو 150 غرام ديال السنيده، نعبرها ونرجع معكم. كاس تاع السنيده كما كتشوفوا راه ما غامرش حتى الفوم، حيت غنديروها في السكر كلاصي باش ما تجيناش حلوه بزاف. نضع على بركه الله، عندي هنا واحد الشبيطات بسم الله. انا درت لكم هاد الحليوات بجوج في خطره واحده على حسب ما بقاش الوقت، والاخوات غيبغيو يصاوبوا داكشي باش حطيتهم بجوج دقه واحده. غادي نخدم غادي ندير هاد البيض مع سنيده صافي. غادي ديك السنيده ندوبها مزيان في داك البيض، ونزيد الكاس ديال الكوك، ونزيد كاس الزيت. هاد الكوك علاش كنديرو؟ باش يجيب لنا ديك الحلوه ديال النخاله معلكه، حيت هي النخاله راه شويه ناشفه.
كاين اللي كيدير كاوكاو، كاين اللي كيدير الزنجلان. نزيد ديك الخميره مره واحده من فئه 7 ولا 8 غرام، وغادي نبدا نزيد ديك الحمراء اولا النخاله. بالنسبه للاخوات اللي في الاخوات الجزائريات كيسولوني على هذه النخاله الحمراء ما تيعرفوهاش، هذه هي اللي ملي كنغرب لهم الدقيق ديال القمح كنخرجوها منه. كاين اللي كيخدم بها كاين اللي ما تيخدمش بها. زيدوا وعينكم ميزانكم، حيت الا كثرنا لها الحمراء تجينا قاصحه، خصنا نخليو الجهد اللي تقرص لينا وما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه بزاف. هذه طيابها طياب البهله، صافي درت هذيك الزلافه كامله ديال الحمراء. صافي دابا غادي نغسل يدي ونرجع معكم باش نبدا نكورها. صافي انا خديت هنا شويه ديال المزهر وغندير فيه يدي غير باش ما نديرها هكا ونشكل منها كويرات صغار. المهم بغيتوهم كبار ديرهم كبار، بغيتوهم صغار ديرهم صغار. وغادي نديرهم في السكر كلاصي كما قلت لكم، السكر كلاصي حاولوا ديروا سبيسيال. انا كناخذو من بيم 5 دراهم زوين نص كيلو. غادي نجيبو هنا نحاول ندير لها هكا نحاولوا نبركو عليها بحال هكا باش تجينا مفرقعه. ما نكرصوهاش بزاف غير شويه بحال غنديروا ديك الغريبه ديال الكوك والسميده. ونديروهم بعدين حيت كتشتت يعني كديع زعما ما كطيبش بزاف. هادي كتشعل كما قلت لكم كنشعلوا عليها الفوق كنخليوها حتى كتفرقع وكطيب واحد شويه لتحت صافي، حيت شنو غيطيب فيها؟ غيطيب فيها غير البيض صافي. انا غنكمل هاد الكميه اللي عندي وغنديرها طيب كما قلت لكم ونرجع معكم ان شاء الله. الاخرى غنفندها في السكر كلاصي تطيب وتبرد، وهادي راه فندتها دابا غادي نوريكم الاشكال الشكل النهائي ديالهم بجوج ان شاء الله. البنات هالحلوه ديال الغريبه ديال النخاله راه كتجي زوينه، ولكن ما تقيسوهاش وهي سخونه لانها غادي تشتت، لانها كتجي رطبه 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 بزاف الا احترمتوا المقادير وداكشي اللي قلت لكم، وما طيبوهاش بزاف تولي قاصحه، خليوها طيب غير ربع ساعه غير تصهد من الفوق تتشقق ونشعلوا عليها لتحت واحد شويه. المهم خدات لي في المجموع كامل خدات لي ربع ساعه، انا ما غنقيسهاش دابا حتى تبرد ونقاد معكم ان شاء الله بلاطو. كما كتشوفوا حبيبي هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديال النخاله وديال الكاوكاو، كيجيو رائعين بجوج. غير كما قلت لكم الله يعطيكم الستر الحلوه ما تلحقوش لا وهي سخونه لا هذه ولا هذه. انا راه ترسوا لي في هذه جوج وهذه راه ما هزيتهاش حيت كانت هي الاخرى، يعني ما بغيتش نقيسها بيدي حتى اللي حتى بردات. ها هو شفتوا كتجي مشقه وكتجي زوينه بزاف، وغنوريكم كيف كتجي من الداخل. انا ما غاديش ندير شي جهد باش كتجي رائعه وكتجي معلكه وكتجي غزاله في المذاق. بالنسبه لاخوات الطبوليه المغربه بالحمراء ولا بالنخاله كما قلت لكم الهرسه وحيده ديال الكاوكاو حتى هي شفتو بزاف تهرسات معايا وكتجي فتيه 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 وكتجي رطبه بزاف وما فيهاش الخميره كما قلت لكم. انا اللي كنبغي منكم غير تبعوا المقادير، راه بكل امانه وربي شاهد عليا رانا كما كنديرها لداري صدقت راه هي هذيك كنحطها لكم، الا ما صدقتش راه ما تنحطهاش لكم باش حتى واحد ما يدير في المقادير. الحلوه ديال النخاله ما طيبوهاش اكثر من اللازم، تقترح لكم ما تكثروش الحمراء اكثر من اللازم ولا النخاله اكثر من اللازم تجيكم قاصحه. ديروا المقادير في القياس غتجيكم حلوه رائعه. كما كتشوفوا هذا هو البلاطو ديالنا جا مشكل وجا زوين، كنتمنى يعجبكم. وكيف العاده الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساونيش من اللايك ديالكم، وخليت لكم الراحه واش نبروك عليكم جميعا.